طويله قوي يا ام ابراهيم. ما هي بكرهها دايما كده. انا جايب لها اكبر دكتور في البلد عشان يولدها. معلش طول بالك شويه. يا رب. الباب اتفتح. طمني يا دكتور، الست حالتها كانت صعبه قوي ودلوقتي الحمد لله طمنت. الله يخليك الله يخليك. هو ده اكبر دكتور في مصر؟ هما قالوا لي كده. الف حمد والف شكر يا رب. اثبت يا بتولي يا خراشي، ده انا شفت الموت بعيني. بعد الشر عليك يا حبيبتي، بس شفت انا كنت على حق ازاي لما اصريت انك تولدي في المستشفى وان اللي ولدتك دكتور مش دكتوره. يا خراشي ده انا كنت مكسوفه موت لولا يا اخويا حقنه البنج اللي ادوهالي. الف حمد والف شكر، كرم ربنا كبير. يتربى في عزكم. انت ناويين تسموه ايه بقى؟ هاتي نقول بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. امه تسميه؟ لا ما تجيش يا حاج، ده ولد وانت اللي لازم تسميه. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض، اسميه انا. ايه رايكم في ابو سريع؟ اخص عليك يا ام ابراهيم. ايه ابو سريع دي؟ انا مش عايز يطلع عجلاتي، ده هيبقى دراع اليمين. بعد اذنك يا زبدتي هسميه على اسم ابويا الله يرحمه، سعيد. ايوه عشان يبقى اسمه على مسمى، سعيد متولي سعيد. بس بشرط. شرطك نافذ من قبل ما تقوليه. تكتب اسمه معاك على يافطه المحل.